بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الكرام، نحن اليوم راح نتكلم عن سقيا النحل أو تغذية النحل. الأخوة اللي يريدوا يغذوا النحل بأفضل الطرق، طريقة جميلة جدا وسهلة جدا ممكن الاستفادة منها، سواء للتغذية المائية أو للتغذية السكرية، وتحفظ النحل من الغرق وسريعة وما فيها أي مشاكل. هذه مادة مثل ما تشوفون اسمها مادة البيرالايت، وهي عبارة عن حجر أو زجاج بركاني ما فيه أي مواد كيماوية، ما فيه أي شيء، حجر طبيعي جدا جدا، ولكن تم معالجته حراريا إلى أن صار وزنه خفيف، ولو تحطه في التغذية وعلى الماء يطفو، وفيه مسامات خلي النحل ممكن لو نحط السقية تكون سهلة، ما يكون فيه غرق، ما يكون فيه أي شيء. حتى لو بتحط لهن سطل مفتوح ومليان ماء وتحط عليهم البيرالايت، راح ينزل النحل ويشرب من السقية وما يصير غرق نهائيا. وحتى لو حطيت تغذية سكرية نفس الشيء، لا تخاف أبدا ولا نحلة راح تغرق. هات قربوا هذا شوية، الحين راح نحطه في السقية الماء، حطه على ال، شوفوا كيف هذا. نحن راح نحط مادة البيرالايت داخل الماء، هات شوف. يستحسن يمكن يكون فيها نوع من الغبار أو شيء، تغسلها بس وبعد الغسل توضعها. نحن ذا الحين نريد نرويكم الطريقة. حطها على الأطراف كاملة، أيوة، بس كافي. شوفوا هذه الطريقة أحبتي الكرام، هذه الحين السقيا جاهزة. شوفوا هذه سقاية الدجاج مثل ما أنتم شايفين، عند الفتحة هذه اللي هنا، حط شوي زيادة عند الفتحة هاي، تشوفون احنا نحط ال القماش هذا اللي مخرم من النايلون او البلاستيك اللي مع موجود في الاسواق، نحطه في الفتحة هذه، اساس لو كان في تغذية او شيء، تغذية عسل، تغذي النحل عسل مع ماي، او تغذية سكرية اللي تريده، النحل ما يدخل داخل الفتحة ويصير موت للنحل. حتى تزود عليه شوي هنا برالايت، حطنا في زيادة، أيوة، بارك الله فيك، بارك. هذه الطريقة سهلة وجميلة جدا وسريعة، ما عليك إلا إذا تريد تحط تغذية حط التغذية وعلى طول كب عليها من مادة البرالايت، ومثل ما تشوفون هذا يطفي، هذا طافي فوق أبدا ما ينزل، والنحل ينزل عليه ويشرب، وفي نفس الوقت يعني عازل حراري. هذه المادة عازل حراري، تحافظ على، لو كان في حر شديد تحافظ على برودة الماء وتبرد الماء. إن شاء الله أنكم تكونون استفدتوا، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك الله، هذا النحل وهذا البرالايت، شوفوا النحل كيف نازل عليه، ما في مشاكل الحمد لله. شوفوا النحل كيف نازل، هذا البيرالايت حجر نظيف جدا طبيعي 100%، ولله الحمد. شوفوا كيف النحل يشرب من السجاية، شوفوا كيف، أو من التغذية، شوفوا كيف، ما في مشاكل الحمد لله. منتج طبيعي 100%، زي ما تشوفون ما في غرق، ما في مشاكل. شوفوا في الجهة الثانية، ما في غرق، ما في مشاكل. شوفوا في الصلاة على النبي ما شاء الله. هنا احنا حاطين بدل حاطين اللي هو سعف اللي هو النخل، اللي في النخل هو بالسعف اللي في النخل، وما شاء الله الأمور طيبة. هذا النحل يشرب، هذا مثل ما تشوفون هذا الماء، والحجر خفيف جدا ويطفو، وفيه مسامات مثل ما تشوفون المسامات الموجودة هذه، يشرب منها النحل بكل سهولة وبكل راحة. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ويوفق النحالين وما كانوا
هذا ما عندي أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بس حبيت ألمح أن متوفر في الأسواق هذه المادة اسمها بيرالايت، متوفرة في الأسواق، بإمكانكم تحصلوا عليها، ورخيصة جدا، يعني شوار رخيص جدا، وممكن أنك تستخدمه وتعيد استخدامه، وبين فترة وفترة تغسلها بالماء وترجع تستخدمها مرة ثانية، ما في أي مشكلة، نظيف جدا. وبعضهم إذا يريد يستخدمها مرة ثانية بعد يحط الملح، يغسلها ماء ملح وبعدين يغسلها ماء طبيعي يزيل عنها الملح، والأمور طيبة لأن الملح مطهر. هذا ما عندي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.